السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عندنا سرير 1.60 متر هنعمله كونتر سيرفيس وهننجد الظهر بتاعه. عايزين نمشي مع بعض خطوة خطوة ونشوف إن شاء الله النظام يمشي معانا إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض نشوف مكونات السرير ونبدأ خطوة خطوة مع بعضنا. السرير عندنا بيتكون من ظهر وفخذ وصدر. الظهر 160 في ارتفاع 1.20 متر. 160 الصدر في ارتفاع 33. الجنبين 1.95 متر في 33. بنبدأ بالظهر بنعمل له تشفيف يعني تقوية، بنركب له تقوية وهيبان معاكم في الفيديو ان شاء الله في الخطوة التانية. وبنركب للفخذ تشفيف ونفس الكلام الفخذ بيركب له تشفيف بيتحط عليه الملة. وهنعمل الظهر ده تنجيد، هنمشي مع بعض خطوة خطوة. بسم الله. ده الظهر وهو أهم حاجة في السرير عندنا. هنبدأ نشوف الكونتر اللي احنا بنشتغل معاه ساندوتش. تعالى أقرب كده بالصورة. بالراحة بالراحة، خطوة خطوة. بسم الله ما شاء الله. ميزة الكونتر الساندوتش ده إن هو حلو في الدهانات، مرن، يريح، يمتص الخامات بتاعة الراجل بتاع الدوكو. وهنا مقفل من فضل الله. بص صور من هنا، ده كبس جديد ما شاء الله. هنرفع السرير دلوقتي فوق على البنك ونشوف التشفيف هيمشي ازاي. ارفع يا عبيدة. عندنا هنا ده 1.20 متر اللي هو الارتفاع، وعندنا الطول 1.60 متر، وده التشفيف بتاعنا. التشفيف ده بيمسك السرير، بيمسك عصب السرير، وفي نفس الوقت بنركب فيه المجموعه بتاعتنا جامبو. بيدي عصب. عندنا هنا كده 18 و18 32 مللي. ده تمام قوي ان احنا نركب فيه المسامير ويبقى حاجه ما شاء الله، مفيش حاجه اسمها بقى ايه الفخذ يتفك والكلام ده. تمام، نبدا مع بعض. بسم الله. عندنا هنا التشفيف. الخطوات دي والمبادئ دي بنقول عليها في الاول عشان ايه اللي عايز يعمل حاجه ويبتدي خطوه خطوه مع بعض. بنقطع هنا القشاط 4 سم زان، وبنقفل بالقشاط ده على الايه؟ على السرير معانا. بنقطعه على الزاويه بس احنا بنوريكم بس. بعد كده بن ايه؟ بنساوي دوت بالفرة، وكل ده هنشوفه في الفيديو ان شاء الله. تمام؟ بسم الله ما شاء الله السرير يطلع زي الحديد. خدمنا كويس، هنبتدي نثبت. ما بنكترش الغيرك عشان ما يلفش معانا. لو الغيره ده كتير هيلف. نخدم. بنأكد عليه. بسم الله. كده عندنا الحته دي لازم تبقى زياده، نقطع منها براحتنا. هنخدم هنا. تمام تمام. نجيب المثلث بتاعنا نمشي مع العلام بالظبط. كل حاجه بسم الله. نبدأ
هنلف السرير كله الضغط بالقشاط ده. بعد كده ناخد المقاس ده. قطعنا القواشيط، قطعناهم بفضل الله على الزاويه، وهنبتدي نغرف الشغل بتاعنا. القشاط ده يلم السرير ويخلي عصبه ناشف ويحميه من الميه ومن اي حاجه تحك فيه من تحت. خدمنا الوش الاولاني، هنخدم الوش الثاني. هنكسر السكه بتاعت الحروف. عندنا وش سرير تحفة ما شاء الله. احنا بدأنا السرير وقلنا ان هو بيتكون من ظهر وصدر وفخدين. عملنا الظهر وعملنا ليه تشفيف، تشفيف كونتر، عملنا قشاط، وعندنا المجموعة دي عملنا التشفيف ده عشان المجموعة دي تثبت ويبقى في عزم ليها. ولو مفيش امكانيات ان انا اعمل كل ده، ممكن احط حته صغيره هنا في ظهر السرير للايه؟ للمجموعه دي تثبت فيها. عندنا الافخاد عملناها بنفس الطريقه بس العلفه بتاعتها 4 سم كده بالكونتر داخل في 5 سم وشويه. عندنا التخانه دي هنحط عليها المله. الحته دي عندنا عريضه عشان نثبت فيها. عملنا الحته دي عريضه عشان نثبت فيها المجموعه. عندنا هنا تخانتين نثبت فيهم المجموعه. فيها نثبت تحتيها تخانتين وهنا تخانتين. سرير يبقى زي الحديد، تمام؟ وعندنا ده الصدر نفس الكلام. هنشوف احنا عملنا العلفة دي ازاي دلوقتي مع بعض في الفيديو. العلفة دي اهم حاجة ان الحتة دي تبقى تخانة كبيرة عشان نقدر ان احنا نثبت فيها، وهنشوف كل ده في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. هنشوف الفخدة دي بقى بتتعمل ازاي خطوة خطوة، من اول الفريم بتاعها والقواشيط بتاعتها هنمشيها خطوة خطوة مع بعضين. معانا الكونتر الام دي اف اهو، الكبس، نبتدي العلفة بتاعنا. الحتتين اللي وراها دي عريضة عشان تتحمل المجموعة. الحتتين بتوعنا اهو، الدبوس بتاعنا 3 سم كبير. هناخد المقاس بتاع دي، احنا ثبتنا دي الاول عشان دي تتسقط مظبوطه تمام. ناخد المقاس بتاعها.
ثبتنا الدبوس عايزين نثبت بمسمار اورم عشان الشغل بتاعنا يبقى متين زي الحديد. جهز الشنيور، نجهز الحاجه بتاعتنا. حديد ما شاء الله. الحته دي العصب اللي في النص اهي معايا. تمام خلصنا التالت الحمد لله. شغل على الديكو دلوقتي بفضل الله. بعد ما احنا خلصنا ظهر السرير والفخذ والصدر عايزين نعرف هنركب المجموعه ازاي ونعمل الكواليس. المجموعه عندنا اهي، عايزين نبدا نشوف هنركب المجموعه دي ازاي ونعمل كوايل للفخذ ازاي. هنعمل خلوص هنا ده الخلوص بتاعنا عشان يدي شكل للفرخ بس مش هيبقى موجود في السر. دي كده تمام، كده هنا تمام. هنبتدي نحلل بقى. هنعلم هنا ده كده عندنا عشان لما نيجي نحطه على الارض يبقى ايه ما فيهوش عالي وواطي وما يقرفش. كده تمام. دي عندنا طولها 27.5. هنقيس هنا 27.5 زي دي. امسك الفرد سبعة وعشرين ونص دي اخر دي عشان نقدر نحدد احنا هنحط الايه المجموعة بتاعتنا ازاي. تمام عايزين نعمل لقطة هنا 27.5 على نفس المقاس نخرم فيها الكوايل هنا ونخرم فيها الكوايل هنا. هنجيب قشاط نفس العرض بتاع القشاط بتاعنا ونقيسه
24.5 هنقطع الديسك دي عندنا بقت 27.5 هنا اللي هنعملها لقطه للايه؟ للكوايل. الكوايل اللي هتركب هنا وهنا خدناها 27.5 ناخد النص بتاع دي. اول ال 27.5 دي نقسمها على 3 هنشغلها 27.5 على 3 بتساوي 9 وملي. هنلفها كده تسعة وملي. مكان الكوايل مقسوم على التلاتة عشان لما نلفها تبقى دي قد دي. ده عرضه 4 سنتي، نصه 2 سنتي. نجيب الزاوية على 2 سنتي. جه معانا بالظبط. عايزين نعمل خرمين للكويلة دي. دي اللقطة اللي احنا هنشتغل عليها. هنعمل نخزة الأول في النص. هنعمل نخزة الأول في العلم. كل مكان التعليم والتخريم مظبوط ريحنا في الكوايل بتاعتنا. تمام، جبنا اللقطة. ظبطنا دي تمام. عايز اتأكد من العلام بتاعي وان اللقطة دي سليمة ولا لا. اقلب اللقطة. نقسم دي بالنص بالظبط. نعمل كده. كده مش في النص. هنعمل خرمين صغيرين هنا. هنركب مسمارين هنا للقطة. نركب البونطة بتاعت الكويلة دي.
ونظبطها هنا ونخدمها كويس جدا مع القشاط، هي عرض القشاط بالظبط. هنعلم جوه نشيل دي، هناخد علامة في النص في النص بالظبط، ادي الكويلة بتاعتي. هنركب اللقطة بتاعتنا ونظبط المثلث بتاعنا تمام التمام. كده عندنا الدنيا تمام قوي، عندنا الكويله مريحه هنظبطها وهنوريكم في الفيديو. فل ما شاء الله. هنا نخدم ده يركب بقى بعد كده. الخطوه اللي جايه بعد كده معانا نركب دي ازاي. هناخد مسافه هنا ونعلمها ونثبتها. هنثبت ده وعشان يبقى شكله جميل هناخد على العلم ده كده اهو. ده هيركب معانا كده. العلام ده هنشتغل عليه كده. اول مسمارين عشان يبقوا سهلين معانا والايه والمجموعه ما تجريش مننا كده وكده. نفك ده شوية نحرره ندوس على المسامير. علمنا هنا هنفك الفخ وهنثبت دي. عشان ما ركبش واخرم على طول وتتحرك معايا هدي بس زومبا هنا. تعال امسك يا عبد الرحمن. اكمل بقيه المسامير بتاعتي براحتي. لما ظبطت المقاس خلاص. بقت زي الحديد. هنكمل بقيه المسامير بتاعتنا هنا. واحنا هنا سايبين مسافه عشان تشد الايه الفخذ معانا.
تمام؟ الفخد عندنا واقف ما شاء الله. هنركب الكوايل، كوايل 16. هنعمل كده في كل السرير بقى في الجنبين التانيين. الحمد لله كده السرير بتاعنا تمام، كله خلص وكله تمام. هنبتدي بقى نجمعه في ايدين وفي ظهر والسن ونشوف مع بعضنا. بسم الله يعني بالله. طب انت تمام عندي؟ هنصور لي ورق كده. السرير عندنا عرض 160 في طول 195. نبص على المقاس. مية خمسة وتسعين في خلوص عندنا 2 سنتي عشان التنجيد. مجموعة جامبو، أكبر مجموعة.